أول ملوخية حضرها في حياته شيف محمد سي عبد القادر. بهنيك كتير لأنه مطبخ لبناني مش مشهور مثل الفرنسي أو الإسباني. فوق ده كله طريقة تقديم رائعة لدرجة شيف مارون ترى يبي يسرق الوصفة، انتبه ها. طريقة تقديم كتير منيح، عظيمة. طبق مرة حلو، مرة شيك، بالذات لما كان قاعد في العلبة البلكسي كده ومنور، باين إنه هو راقي. يكون اللي جاي عندهم الحظ وطاحوا على الجولي متاعك عشان خليهم هما يتكلموا عليها. أنا مرة عجبتني سلطة الفواكه اللي سويتها بتركيبتك للطعمات بتفكيرك. بوم، هاي بوم شيف بوبي بيقولها مش أنا، بس طعميت عمله بتمي بوم بوم بوم، حسيت حالي رجعت لل 16. وهي التقنيات أنت الوحيد بهالموسم اللي بتشتغلها. أنا أكيد إنه الشيف محمد سي عبد القادر عنده تقنيات كثير عالية وشاطر. الشيف محمد عامل شغل وشغل كثير. Colors, flavors, this is a masterpiece.